السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة المرجون. ضغط زر الإعجاب في القناة والاشتراك في القناة. يا إخوة، تحدثنا في الفيديو السابق عن شروط الفيسبوك، وشروط صعبة جدا، والكثير من الناس لن يقدرون على تلك الشروط ولا يحققون الربح من الفيسبوك إلا إذا كانت صفحتهم كبيرة جدا ولها متابعون كثيرون. في هذا الفيديو يا إخوة سأريكم الطريقة لكي تحققوا هذه الشروط الصعبة جدا. الشرط الأول وهو 10,000 مشترك. 10,000 ليس هي 1,000 مشترك في يوتيوب، و 600,000 دقيقة ليست هي 4,000 ساعة يوتيوب. إذا سأريكم الطريقة في الحاسوب يا إخوان. الآن سننتقل إلى الحاسوب. السلام عليكم يا إخوان، سأريكم الموقع الذي ستحققون به 600,000 دقيقة و 10,000 مشترك أو متابع في فيسبوك. أول شيء، ها هو الموقع اسمه، سأضع تطبيقه، سأضع رابطه في الوصف. ها هو الموقع يا إخوان، اسمه جوستن نورد بانل. ها هو الموقع كما ترون، الموقع ها هو. أول شيء سنضع فيسبوك. قبل ذلك يا إخوان، يجب أن يكون لديك رصيدك هنا. يجب أن تعمل إيداع في هذا الموقع. سنذهب إلى باج لايك، هي أول حاجة، أو باج فولورز، أو فيسبوك بوست، أو لا فيسبوك باج لايك، فيسبوك فيوز فيديو. هناك عدة أشياء هنا يمكن أن تضعها. نحن نريد للايك لفولورز، سنختار هنا عدة يعني أثمنة. هنا أثمنة، هنا 0.47 دولارا، ماكسيموم 1 مليون، هنا 0.8. مهم، هنا عدة اختيارات سنضع الأول. نحن نأتي إلى لينك، ستضع لينك قناة صفحتك. هنا سنضع الكونتيتي، يعني شحال بغيتي. هنا سنضع 10,000 ب4.75 دولار. رخيصة جدا يا إخوان مقابل الأرباح التي تسجلونها من فيسبوك. والآن سنرى كيف سنجني 600,000 دقيقة. هنا فيسبوك لايك فولورز كوموند يو اس. هنا يو اس يعني من أمريكا، هنا من أوروبا. فيسبوك بوست، فيسبوك فيوز فيديو، فيسبوك لايف ستريم، اوتو لايف. سنضع فيسبوك فيديو فيوز. سنأتي الى هنا يا اخوان، وسنختار هنا فيسبوك فيوز مونيتيزابل. هنا يا اخوان الاولى يعني يقول لك مونيتيزابل، يعني تفعيل بتفعيل قناتك، يعني هذا الخيار سيفعل قناتك 100%. وهنا 5 دولار لكل 1,000. وهنا حتى هنا فيسبوك فيديو فيوز 10 دقائق ب3 دولار. هنا فيديو فيوز، هنا سنضع نحن هذه، لأن هذه ستفعل قناتك صفحتك. سنضعها ونضع هنا الرابط، وهنا الكونتيتي. سنضع 600,000 دقيقة، يعني تعطينا 300 دولار يا إخوان. الثمن جد عالي جدا يا إخوان. هنا ستختارون هذه، هنا سيشاهدون الناس 60 ثانية أو 60 ثانية في فيديو. هنا 10 ثواني، هنا 3 ثواني، هنا 3، هنا 10 دقائق ستكون مرتفعة الثمن، 3 دولار لكل 1,000. هنا سنختار يا إخوان 60 ثانية اللي هي دقيقة. هنا ستضعون رابطكم، هنا ستضعون كم تريدون. نريد نحن 600,000. 600,000 يا إخوان تعطينا 63 دولار، هي تقريبا 630 درهما مغربية. أصدع سميت وسيتحقق لك الشرط يا إخوان.
هذا الموقع صادق جدا يا إخوان. سنرى هنا نيو أوردر، هنا أوردر. كما رأيتم يا إخوان الطريقة سهلة سهلة جدا، والطريقة مجربة، والأجنبيون والأمريكيون والأوروبيون لقد فعلوها في قنواتهم وقبلت قنواتهم بدون أي مشكل أو شيء. وضروري يا إخوان من أن يكون فيديوهاتك، يعني فيديوهاتك من تصويرك، كل يا إخوان الذي يقع في مجموعة من الناس أكثرهم عرض. المشكل هو أنهم ينزلون فيديو في يوتيوب ثم ينزلون في فيسبوك، فهذا خطأ يا إخوان. يجب أن تنزلون الفيديو في فيسبوك الأول وتغيرون شيئا ما في المونتاج، الأغاني أو شيئا من هذا القبيل، وتنزلون في يوتيوب. إذا نزلتم يا إخوان الفيديو في يوتيوب الأول ثم فيسبوك، ففيسبوك سيعطيكم المحتوى معاد استخدامه المكرر. فهذه القضية يعطيها فيسبوك في جميع الصفحات ولن تحقق منها الربح حتى إذا حققت الشروط كلها. مهم يا إخوان الطريقة سهلة جدا ولا تكلف شيئا. خمس دولار اللي هي 50 درهما بالمغربية. الفيديو هنا يكون انتهى، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.